يسعد أوقاتكم. اليوم نحن بتغطية إعلامية لمعرض الكتاب العربي في بيروت، وبدنا نعمل مقابلات مع الكتاب والشعراء من جميع الوطن العربي وأيضا مع رسامين على هامش المعرض. تابعونا. مرت اللواء، أهلا وسهلا فيك، اليوم معنا من مسايا تي في. شو رأيك بالمعرض اليوم؟ المعرض كتير مهم، لأنه اللي بيبرم فيه بشوف فعلا قديش الثقافة العربية كتير مهمة، وأنا انبسطت كتير بزاوية قوى الأمن الداخلي بالوجه دغري بالوجه، لأنه في كتب قيمة وتاريخية بقوى الأمن الداخلي، وفي تعريف للعالم على موقع قوى الأمن الداخلي وعلى الخدمات اللي بيقدمها الموقع. أهلا وسهلا فيك. شو بتقول كلمة للشباب اليوم كرمال يقروا أكتر بظل أنه التكنولوجيا وبظل مواقع التواصل الاجتماعي اللي اجتاحت عقولهم؟ صحيح، يعني أي طالب هلأ بهالأيام بده يعمل أي بحث أو أي دراسة راح يفوت على الأنترنت ويطلب البحث اللي بده إياه، لأنه بلاقيه أسهل. بس بالنهاية ما في غنى عن الكتاب، لأنه فعلا هو الكتاب اللي بنمي النظر وبنمي العقل وبنمي كل شيء. هي لازم الشباب كلهم سوا يرجعوا للكتاب. الكاتبة هند مطر، أهلا وسهلا فيك من قناة مسايا. يا هلا فيكم، أهلا وسهلا. ماذا يتضمن موضوع كتاب هذيان امرأة عاشقة؟ موضوع هذا الرواية مش جديدة أكيد. هي بتحكي عن امرأة تمردت على العادات والتقاليد، أوكي، بقصة حب يمكن شوي القارئ يحسها جريئة، وهي هيك قصتها يعني. ف يلي بيتمرد، أنا بنظري إنه على العادات والتقاليد أكيد نهايته رح تكون الفشل وخاصة بالحب يعني. هل برأيك العامل النفسي له تأثير على الكتابة؟ أكيد، العامل النفسي، العامل السياسي، العامل أكيد كله بيأثر على الكاتب او على الكاتبه او على الروائيه، فبيحاول يعني قدر المستطاع يبعد عن اي شيء ممكن هيك يوتره ويكون بجو هادي لحتى يقدر يكتب. حضرتك ككاتبه اليوم كيف تشجعين الشباب في ظل تواجد التواصل الاجتماعي اللي عم يجتاح عقولهم؟ بصراحه هيدي الظاهره كثير كثير عم نعاني منها. قبل بمره انا حكيت بمقابله سابقه انه وسائل التواصل الاجتماعي فادتنا بناحيه وخسرتنا بناحية تانية. القراء بطل حدا يقدر يعني بعده عن القراءة بشكل خيالي. أنا عم بحاول بكتاباتي أنه تكون سهلة، سلسة، منا كتير طويلة، لحتى عم بحاول يعني قد ما فيي أنه أرجع شجع هالقراءة بهذه الطريقة، وعم بتناول كمان قصص واقعية حقيقية. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم، شرفتك. مرسي كتير لكم ومرسي كتير للجميع. Thank you. Thank you.